السلام عليكم، مرحبا بكم. كنرحب بكل القنوات الجديدة اللي دخلوا معنا مؤخرا. أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة مشتركة طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة، مشتركة بين سعيدة ولطيفة. يوم جديد وبرنامج جديد لهذا الأسبوع إن شاء الله. ميل بريب، شنو غادي لي بلا اللي غادي نوجد؟ غادي ندير واحد السلطة ديال الباستا، غادي ندير صوبا ديال البروكولي بكيسو تشيدار او بارميزون، غادي ندير كدائما هذه معتمده عندنا صوبا ديال العدس لانتيخا. الهامبورغيسات ديالنا هذه المره غادي نديروهم بسبيناكا ونديروهم في الفران، وغنديروا بطبيعه الحال التورتيه ديالنا ديال البيض في الفران حتى هي بحال على شكل موفين. غنديروا الطوفو بالجلبانه والبطاطا. الطوفو راه واحد لا بروتين فيجيتال، راس بقليه ودرتو معاكم في القناه. وغادي ندير الشيفرول، غادي ندير الكول الكروم، غادي نديرو سوطي مع صلصه صوجا، والكوليفرول مع حليب الكوك. ما تمشيوش فاين، بقاو معنا. ودابا البنات والدراري حتى هما غادي نشرح لكم شنو غادي ندير. غادي ندير البروكولي، هذه الصوبه الاولى اللي غادي نديرو البروكولي. غادي نطيب فيه هاد الفخيضات دجاج جبتهم بطبيعه الحال وغسلتهم وحكيتهم، وغادي نديرهم فاش يطيبوا غادي نديرهم بكيسو تشيدار والناطا ديال الطياب وشويه ديال البارميزون. هنايا غادي نديروا السلطه ديال الباستا البنتي، هذه كتبغيها حتى هي. غادي ندير عليها الثوم والمايس، المايس اللي عندكم في الدار باستا الرافيولي. سي هذه الرافيولي، باستا الرافيولي كتجيب اللوينات كتبغيها بنتي. وغادي ندير لها الفكوش ولي طوماط سوغيز اللي قطعتهم صغار. هذه هي السلطه ديالنا، الصوبة ها هي. غادي ندير لي زومليت ديال البيض بسبيناكا ولي طوماط سوغيز وشويه د البصله. غادي نديروهم هنايا في الصوينيه ديالنا ديال لي كوب كيك، ونديروهم في الفران. غادي نطيبوا الطوفو، هذا الطوفو كنشريه انا دائما، طوفو بيو، هذه بروتين فيجيتال كيجيو فيها جوج ديال لي مورسو. غادي نديروها بالجلبانه وغادي نديروها بالبطيطه ولا صوص ديالها. الكروم غادي نقطعوه شرائح، غادي نستعمل يمكن غير النص. غادي نديروه شرائح وغادي نديرو مع صلصه الصوجا وشويه ديال البصيله وتويمه ومعيدنوس ونسوطيوهم. طبيعه الحال الهامبورغر ديالنا غادي نطيبوها في الفران مع الموتزاريلا وكواترو كيسوس، وندير لها القوام ديالها. وهنايا عندي الشيفرول طحنته في الماكينه كيولي هكا على كيسمى الروز ديال الشيفرول، وغادي نطيبو مع شويه ديال الكرافس وحليب الكوك كيجي بحال الرز. وبطبيعه الحال دائما معتمده عندي الصوبه ديالنا ديال العدس، شوربه العدس ها هي. غادي نغسلو وغادي نصفيه وغادي نعرقو مع الخضره وغادي نطيبو. وهانتوما معنا في الميل بريب ديالنا، البرنامج الاسبوعي للاكل. مرحبا بكم. ودابا هنا بديت اول حاجه، غادي نحيد عليا الصوبات وهما الاولين. غادي ندير البصيله تيتشحروا كما كتشوفوا، درت الدجاج شويه د المليحه غادي نخليه يتشحر شويه على خاطرته، شويه ديال البزار، شويه الخرقوم، العطريه ديال الدجاج نتوما وحسب الذوق ديالكم. انا كنستعمل البزار وسكينجبير والخرقوم والملحه وشويه ديال يا يعني اما عطور الدجاج ولا العطور ديال اللحم. هنايا في الطنجره الاخرى درت البصله تشحر، غادي ندير الخضيره بحال دائما. راه ديجا شاركتها معكم، هذه ضروريه عندنا في الاسبوع. وهنايا باش نوجد الشلاضه اللي قررت ندير للبنيته، درت الماء يطيب ودرت فيهم شويه ديال المليحه. الصور كتعبر على كل شيء.
انا كنشحرها مزيان، انت كتشحر مزيان كرمي الخضيره. ديك الساعه كنرمي العديسه من بعد ما نغسلها، حتى هي كندير غير البزار والملحه، شويه الكرافس كانت عندي طريه صافي، وكنردها طيب باش نحيدهم عليا هما الاولين، لان كيديو ليا الوقت وكنخليهم ابار. هذيك الشوربه اول مره غادي هذه كيتو اول مره غادي نشاركها معكم، ديال الدجاج والبروكولي والكرافس وبالفروماج تشيدر. خليكم مع الصور هاكا تعبر على كلشي. ها درت المرقه الماء اللي غادي يطيب فيه الدجاج، وخصنا نفكروا اللي غادي يطيب حتى في البروكولي والخضيره. هنايا انا كنشحر الخضيره ديالي، هزت ديك العديسه دائما كنخليوها هي الاخريه، كنغسلوها بطبيعه الحال صافي. هنا انتقلت باش نقطع البروكولي باش يبقى لي واجد، نحيدو من الطريق. اللي عنده طري يدير طري، انا ما عنديش طري، وكيتباع عندنا زايد الثمن حنا الطري، دونك كنشريه انا مجمد دائما، كنقطعوه هكا عريشات، لان الغرض ماشي انه يطيب بزاف ولا نطحنوه، غادي نخليوه عريشات في الصوبه. انا كنقطعهم كاملين الكميه اللي على حسابكم نتوما، انا بغيت نوجدها باش تكفيني الاسبوع، وعارفين بنادم كيكون خدام كيجي عيان صافي، نتكافاو غير مع الدروس ديال البنيته والتمارين ديالها ولي زاكتيفيتي ديالها صافي. دابا طبيعة الحال سطح العمل دائما خصو يكون نظيف. هنايا راه شاركت معكم كيفاش كنحضر الهامبورغر، حنا عندنا مفضله انا وبنتي، كتكون عندنا الكفته، الكفته اللي بغيتو ديال البقري ولا ديال الدجاج اللي بغيتو. هنايا بريريت ديالي دقاتاي ضروري سبتو لحد ما نوجدو على خاطري بالنعناع صافي. كندير فيها القوام، هاد المره درتها بسبيناكا لي زيبيناغ، كندير فيها الفرماج، كندير فيها راه وريتها لكم ديك المره صافي. ندير كويرات القياس ديالنا انا وبنتي، واللي بقى غادي نحتفظ به بالثلاجة. هاو غادي نديرو في الفران، وطبيعة الحال دائما كنظف يدي دائما من بعد ما نحادي اللحم ولا الحوت ولا كنديزنفكتي بالالكول صافي. هنايا غادي ندير التورتيه ديالي ديال السيمانه، البيض اللي بغيتو ديرو نتوما، انا كان عندي البيض متوسط ماشي الحجم كبير، دونك درت يمكن شي 10 البيضات ولا المهم القياس اللي بغيتو ديرو باش تكفيني الليمون اللي عندي تما صافي. كنخلط اللي بغيت ندير فيها لي طوماط سوري، شويه البصيله، لي زيبيناغ، الفرماج، شويه الملحه وشويه البزار، كنخلطو كلشي، شويه الناطه، وكنديروهم في ليمول. ها نتوما كتشوفوا معايا، كنحاول ما امكن انني ما نفلت لكم حتى شي لقطه باش تشوفوا الضروريات اللي كندير في القوام. هنايا راه كنجري على ما قديت. انا بديت كندير كنحطهم في دوك الليمول. من الاحسن البنات سي اون بيتيت استوس، ديروا ليمول ديال السيليكون احسن من ديال الكاغيط، لان الاسبوع الفايت درت شي وحدين ديال الكاغيط وما كيلصق عليهم، دونك خصك ضروري تدهنهم. دونك هذه فكره هائله، لي مول ديال السيليكون تحطوهم تستفوهم، منها ما كتوسخ لكمش ديك اللاطه، ومنها ما غاديش تضيع لكم دغيا مع الوقت صافي. راني خوت كلشي، وانتي انتما كنكبهم. هذاك المول ديال ايكيا، اللي بغى يعرف داك المول راه كيتباعوا في ايكيا، الصراحه عمليين بزاف، وكان يعني كي كنقولوا حنايا خرجت منهم بزاف ديال لي تريك، يعني كنستخدمهم صافي. قديت تما باش تجي، ونديرها في الفران على درجه الحراره 170، ميم با 15 مينوت غادي يوجدوا لنا. ودرت الفرماج من الفوق، نتوما كيما بغيتوا تخلطوا المقادير مع البيض اولا ديروهم بحال اللي كندير لهم انا كيعجبني نديرهم هكا.
وها حنا دابا غادي حليت على الدجاج، لقيتو طاب، انا غادي نحيدو لان خاصني نفرتو ونحيد له العظام باش نطيبو في الصويبه من بعد. انا غادي نرمي داك البروكولي، البروكولي راه دغيا كيوجد غليه وحده، هو وجد ما خصناش نديرو له بزاف ديال المرقه، غير في ديك المريقه ديال لي دام ديال دوك الفخيضات نخليوه يتبخر شويه في ديك المريقه. يو فيغيا ميزور، ها حنا كنفرتشو داك الدجاج، نخليوه طريفات صغيورين، او ميم طون الدكيكه ديالي والتنتمبيه ديالي ها هو كيشوف دابا عاد رديت البال. لي فخوي ساك ديالي مع اتاي دائما، لان بنادم راه كيبقى واقف في الكوزينه وكينسى ما كياكلش. هذاك اتاي ديالي عادي، راه ماشي عشوب ولا اتاي كنشريه من ليد الحبوب بيو وكندير له النعناع. انا فرتت داك الدجاج كامل صافي، انا اخد القياس ديالي، ها نتوما راه داك البروكولي طاب، غادي ندير له الناطا، كيجي رائع البنات، راه جا غزال. نتوما الا ما بغيتوش تزيدوا له الفرماج الجدر ما ديروش فرماج، ديروا غير الناطا ورميو فيه طريفات ديال الدجاج، كويرات ديال الكفته، طريفات ديال اللحم، تقطعه ديال اللحم صغيره، راه كيجي مغذي وصحي لوليداتكم، رائع، كنصحكم تجربوه الصراحه. ها هي صويبه ديالنا طابت، غادي نحيدها من الطريق، زدت فيها داك بارميزون. دابا ننتقلوا للشلاضه ديال البنيته ديالي، هذه شلاضه مفضله ديالها، كندير لها لي بات، كنسلقهم انتما، شويه ديال الفكوش، شويه ديال المطيشه، شويه ديال الذره، وعندي التون هنايا، ندير لها التون صافي. غادي نخلط كلشي مع شويه مليحه وشويه زويته بلديه، ما كنديرلاش الخل لان الا درتو لها الخل غادي تضيع، ما غاديش تصبر في الثلاجه، دونك غير زويته بلديه ومليحه راه كتجي لذيذه، لان داك التون كيعطيها واحد المذاق روعه. صافي انا خديت واحد الطابر وغادي نديرها تما، وداك لاتون اللي باقي لي في اللاطا غادي نزولو من ديك اللاطا ونديرو في واحد المول ديال الزاج. صافي ونحتفظ بيه بالثلاجة، لان صافي دابا فتحتو ما غاديش نخليه. هذا الاتون ديال الزيت البلدية ديال اسيت دي اوليفا، انا زدتلو شويه ديال الزيت من الفوق. وهنا الزوج ديالي راه كيساعدني كيساعدني في الكوزينه، حتى هو كيدير الميعناتي في الغساله. وهذه الذره اللي شطنا مشلاط غادي نخبعوها حتى هي في قويصه، في طويصه عفوا. هذا هو الطوفو اللي قلت لكم راه لابروتين فيجيتال، راه ديجا درت واحد لا غوسيت معكم في القناه، رجعوا ليها الا بغيتوا تشوفوها. غادي نقطعوا طريفات هنايا الحجم اللي بغيتو نتوما اللي كتفضلوا، انا درتهم هكذا مربعين باش يجيو على شكل طريفات ديال الحيمه، ف باش يبانوا مع الخضيره اللي غادي نطيبوا. صافي غادي هذا الطريف الاخر غادي نديرو طويل باش ندير له صلصه بوحدو. ها نتوما كتشوفوا، ما كنبغيش نقوي عليكم الهضره. انا درت شويه ديال البصيله مشحره تما، غندير جليبينه، انا نشحر كلشي الخضيره ديالي. كديروا القياس ديال العائله ديالكم، انا درت القياس ديالنا حتى تشحر ليا مزيان تما، راه نقيت من قبل بطيطات وقطعتهم هاهم غسلتهم، وانا غادي نزيدهم شويه ديال لاصوص كنزيدها، وكندير العطريه على حساب نتوما شنو كتفضلوا في العطريه. انا دائما العطريه ديالي هي ملحه، كامون، البزار، شاونيه، شويه ديال الخرقوم، شويه زنجبيل، هادشي اللي كندير. وهذه دائما انا كندير صلصه صوجا، شويه ديال لاصوص صافي، غادي نخلي كلشي يتشحر، من بعد عاد نديرو ديك نديرو الطوفو من الفوق. صافي نخليوه يتشحر مزيان، ومن بعد نديرو المرقه الكافيه اللي غادي تطيب فيها الخضيره ديالنا، ما نكتروش باش ما تبقاش ميها،
والمهانه دائما كنفضلها طايبه، ما كنبغيش نديرها بارده، لان بحال الا كتبسل الماكله. صافي ولهيها في مسيو كويزين، راه كنت كنوجد تما الشيفرول، طحنتو ديجا تما هادوك التقطعات ديال الكرافس وتما شويه ديال الربيع. صافي درتو تما يطيب مع شويه ديال المليحه. هذا داك الطوفو اللي كان بقى لي راه درتو في طابير ودرت له شويه صلصه صوجا باش نخبعو. الجلبانه حتى هي نديرها في البلاستيك ونخبعها. هادو دي بتيت استوس اللي كندير انا. هنايا قطعت شويه ديال البصله، درت لها شويه ديال الزبده، كيعجبني نطيب بالزبده. صافي نخليها حتى تشحر. هادي باش نديرو الكروم صوتي، هذاك ربع ديال الكروم اللي قطعت القياس ديالنا. وصافي شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال لي زير بروفينسيال، وشويه ديال البزار، وشويه ديال سكينجبير جو كخوا. وي هادي لا صلصه صوجا، هادي راه ديال كيكومان، راه زوينه ما فيهاش حتى حاجه، راه رائعه. حتى السكر ما فيهاش، خاليه حتى الكربوهيدرات، والو ما فيها والو، صحيه بزاف. هي راه كت صلصه صوجا راه مزيانه، كتساعد على حرق الدهون. انا شحرت مزيان داك الكول والبصيله، حسيت بهم بانهم طابوا. ما دائما الخضره ما نخليوهاش طيب بزاف، غير الطياب ديالها العادي، ما الا طابت بزاف كتفقد الفوائد ديالها. تما راه بينت لكم بان راه كنت كنقلي شويه ديال الصول كان عندي، قليته الغدا تغدينا به داك النهار. وهذا البطيخ كان عندي، راه كنقطعو طريفات طريفات كما دائما كل اسبوع، يا اما دلاح يا اما بطيخ. صافي كنقطعو باش يلقاوه واجد، ماشي عاد نبقاو كنرونو كل مره في التقطاع. كنحتفظ به في الثلاجه، فاش الواحد كيبغيه كيهزو. ها هو واجد. صافي نديروه في الثلاجه، وانا راه دائما كنبغيش نخلي التخطينه. هذا الفرماج ايمنتال، غادي نقطعو طريفات طريفات ونخبعو في الزيبلوك. ها هي الصور كتعبر على كل شيء بلا ما نكثر الهضره. غنقطعو هذا كيمشي معايا لي في خويساك ديال تنتمبي ديال الاسبوع. البنات احنا انتهينا من ميل بريب ديالنا. هنايا ها هي كيف صبحات لنا طاجين الطاجينه ديالنا بالطوفو والجلبينه وبطاطا. هنا عندي الصول، كان عندي الصول دي كونجيليتو، قليتو في اللوز، مرمد في اللوز ونقلي. هذا كيتو بالنسبه ليا. هادو التورتيات ديالي طابوا بزاف في الفران، نسيتهم ولكن غادي نتقاسمهم حتى هما معاكم. هذا الروز ديال البروكولي ديال الكوليفرو اللي طيبت بالحليب ديال الكوك. هذه لاكول صوتي بالصوجا، بالصلصه صوجا. ها البوري ديالنا ديال العديسه، ها هو كل اسبوع دائما متواجد عندنا. لا سلاد اللي درت لبنيته ديالي هذا الاسبوع، رافيلي. هذه سويبا كيتو، ها نتوما ها القوام ديالها، كتجي على شكل بوري بالفرماج والناطا والبروكولي والدجاج مفرتت، فخيضات ديال الدجاج مفرتتين اللي بقى لنا من الفخيضات ديال الدجاج درتهم هنايا. درت لهم صلصه ديال مايونيز ولافوكا كانت عندي، وبصيله كنديروهم في الكوتي مع طوستاده ولا خبيز وساندويتش. والكفتات ديالنا ها هما طابو في الفران محمرين. ودائما التنتمبي ديالنا الفرماج ولي فويسك كنأكومبانيوهم دائما. وهذا البطيخ اللي قطعت معاكم في الدسير يلقاوه ديما واجدين. وهو هذا البنات، نتمنى يعجبكم الميل بريب، وشيروا له بلايك باش تزيدوا تحمسونا وتزيدوا نشارككم. وقولوا لي الملاحظات ديالكم في 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 لي كومونتير ديالكم، قولوا لي الملاحظات. وهو هذا الفيديو جاء على النهايه ديالو. شكرا بزاف ومع السلامه.